أهلا بكم من وطن مشاهدينا. هذه النشرة والبداية بالعناوين. الكاظمي يصدر حزمة توجيهات حول أوضاع ديالى، وصالح يؤكد ضرورة تقديم إرهابي داعش إلى العدالة. المفوضية تنهي عد وفرز محطات بابل معلنة تطابق نتائجها بالكامل، والمعترضون يؤكدون أن الإجراءات شكلية ولن تؤثر عليها. مع ارتفاع أسعار النفط الواردات الشهرية تقترب من 7 مليارات، والإيرادات الإضافية لهذا العام تصل 16 مليارا. أول وفد من الحجاج المسيح يزور مدينة أور في ذي قار، ومهرجان بابل ينطلق بحضور فني عربي وأجنبي. أهلا بكم. وهذه التفصيلات، إذ أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عددا من التوجيهات إلى القادة المعنيين أو الأمنيين والعسكريين في ديالى، بما طالب جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها. وترأس الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، خصص لبحث الوزاري للأمن الوطني بحضور عدد من القيادات لبحث الأوضاع الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى ومستجدات عمل اللجنة الأمنية المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة والمرسلة إلى المحافظة. هذا وشدد الكاظمي خلال الاجتماع على تفعيل الجهد الاستخباري للقيام بدوره وتشخيص أي محاولة لبث الفرقة الطائفية. هذا وأكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الخميس ضرورة جلب المتورطين بجرائم داعش إلى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وخلال استقباله رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية يونيتياد كريستيان، وينتشر شدد الصالح على أهمية جلب المتورطين بالجرائم الإرهابية إلى العدالة والاقتصاص منهم وتجفيف منابع تمويلهم وتوثيق الجرائم التي تم ارتكابها داعش وجمع الأدلة حولها، خصوصا تلك المتعلقة بالمقابر الجماعية، وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وبما يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار هذه الجرائم. هذا كما دانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بشدة الهجوم الإرهابي في ديالى، فيما حثت جميع الأطراف على الوحدة وذكر بيان للبعثة الأممية أنها تدين بشدة الهجمات الشنيعة التي وقعت في ديالى مساء الثلاثاء، التي تسببت في سقوط ضحايا، داعية السلطات إلى إجراء تحقيق كامل في الهجمات وبذل كل جهد ممكن لضمان سلامة وأمن جميع المواطنين. واعتبرت البعثة الأممية أن الوحدة الوطنية أمر أساسي من أجل محاربة تهديدات الإرهاب والعنف المستمر على البلاد. هذا وفي الأثناء شهدت محافظة ديالى وبالتحديد قضاء المقدادية هجوما إرهابيا آخر تسبب بسقوط شهداء وجرحى. وقال مصدر أمني أن مسلحين مجهولو الهوية هاجموا موقع للجيش في منطقة براونة شرق المقدادية وأسفر عن استشهاد أحد المدنيين وإصابة شرطي، وذلك بعد يوم من هجوم إرهابي سبق في قرية رشاد التابعة للمقدادية الذي أسفر عن سقوط العشرات بين شهداء وجرحى، وأثار ردود أفعالا واسعة على المستوى الداخلي والخارجي في المنطقة.
وفي هذا السياق كشف مصدر حكومي في ديالى عن نزوح أكثر من 40 أسرة بسبب تداعيات أحداث المقدادية. وقال المصدر أن عشرات الأسر نزحت من قرى زراعية في محيط قضاء المقدادية بسبب الأحداث الأخيرة عقب مجزرة رشاد الأليمة وتوجهت إلى بعقوبة، وبعضها مكث في مساجد والبعض الآخر تم استضافته في منازل سكنية، لافتا إلى أن الأعداد في تزايد. وقد أضاف المصدر أن نزوح الأسر جاء بسبب قلقها من تطور المشهد الأمني عقب الهجوم على قرية نهر الإمام وسقوط ضحايا وإحراق منازل، لافتا إلى أن الوضع لا يزال قلقا ومربكا في بعض المناطق، وربما يعود أغلب الأسر إذا ما استقرت الأوضاع. وقد أضاف المصدر أن وصول الوفد الحكومي الرفيع برئاسة وزير الداخلية إلى ديالى نما جاء لاحتواء الموقف وتداعيات الأحداث المقدادية وإيقاف موجة النزوح الأخيرة التي لا تزال في بدايتها بالوقت الراهن. هذا وقد أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي عن فتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء الإرهابي في المقدادية، مشددا على إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من عصابات داعش الإرهابية. هذا وقد توجه وفد أمني صباح اليوم الخميس ضم الغانمي إضافة إلى مستشار الأمن القومي قاسم العرجي إلى محافظة ديالى لمناقشة الملف الأمني والتداعيات بسبب الخروقات التي شهدتها. وقالت المصادر أن الوفد ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد عملياته المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بالإضافة إلى وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو. يذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى، حيث سبقت أن زار وفد أمني ديالى بعد ساعة قليلة من وقوع جريمة المقدادية. هذا وقد أفاد مصدر أمني اليوم الخميس ببدء الحشد الشعبي في عملية فرض لثلاثة أحزمة أمنية حول قرى زراعية في ريف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة. وقال المصدر أن الهدف من العملية هو احتواء تداعيات مجزرة قرية رشاد، مضيفا أن الأحزمة ستشمل قرابة 10 قرى حاليا مع تجديد القبضة الأمنية على الطرق الزراعية وخاصة النسيمية لتفادي أي ردات فعل تؤدي إلى توتر الأوضاع الداخلية. وأضاف المصدر أن انتشار الحشد الشعبي بدأ بمسك خطوط مهمة ضمن المناطق الزراعية بالتنسيق مع عمليات ديالى جميعا. هذا ومن جهتها أكدت قيادة العمليات المشتركة إرسال تعزيزات أمنية لموقع الهجوم الإرهابي في قرية رشاد التابعة لقضاء المقدادية في ديالى، فيما توعدت بملاحقة المتورطين. وقال اللواء تحسين الخفاجي الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة أن وفدا أمنيا كبيرا يتواجد هناك، وتم عقد اجتماع بين القادة الأمنيين ومحافظة ديالى ومحافظ ديالى ولقاء المواطنين هناك وإطفاء نار الفتنة، مضيفا أن الاعتداء كان الهدف منه إثارة الفتنة. وقد أشار الخفاجي إلى تعزيز الأمن بالمنطقة عبر لواءين من قوات الرد السريع وفوج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج آخر من الجيش، وهناك طيران عسكري يراقب المنطقة على مدار الساعة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ عمليات نوعية ومباغتة تعتمد على معلومات استخبارية لملاحقة الإرهابيين المتورطين. هذا وفي الأثناء شهدت محافظة صلاح الدين هجوما إرهابيا لبقايا داعش في منطقة الصينية. أكد ذلك قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم، مشيرا إلى أن موقع لفوج الطوارئ الأول التابع لقيادة الشرطة تعرض لهجوم إرهابي وأسفر عن إصابة أحد المنتسبين قبل هرب المهاجمين من هناك.
هذا وإلى كركوك، إذ أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن علي الفراجي صد هجوم لتنظيم داعش في المحافظة. وقال الفراجي في بيان أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم إرهابي في قطاع قوات المشاة 45 وأوقعت خسائرا كبيرة بالدواعش، مضيفا إن أمن المواطنين في كركوك خطا أحمرا وجميع الأجهزة الأمنية بدون استثناء هي لخدمة سكان المحافظة. وفي بغداد، أفاد مصدر أمني بتعرض الجيش العراقي إلى هجوم من قبل عناصر داعش الإرهابي شمال بغداد. وقال المصدر إن عددا من عناصر داعش تسللوا ضمن المنطقة الواقعة بين قرية درع الفياض وقرية عبد الله الفياض، وهاجموا القوة الماسكة للمنطقة والمتمثلة بالفرقة 11 التابعة للجيش العراقي. وقد استمر الاشتباك لعدة ساعات اشترك خلالها طيران الجيش. وأكد المصدر أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بحسب المعلومات الأولية هناك. هذا كما أعلنت خليات الإعلام الأمني أن كاميرات المراقبة أطاحت بإرهابيين اثنين شمالي بغداد. وذكرت الخلية في بيان أنه من خلال المتابعة المستمرة رصدت كاميرات المراقبة على ضفتي نهر الدجلة بين منطقة الطارمية والراشدية شمالي بغداد عبور اثنين من الإرهابيين، حيث تم نصب كمين لهما من قبل الفرقة 11 من الجيش العراقي وفتح النار عليهما وقتلهما. هذا وأعلنت مفوضية الانتخابات اليوم مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بالنسبة للمحطات المطعون بها للدوائر الانتخابية الأربعة في محافظة بابل. وأقال مدير مكتب المفوضية في بابل كفاح غير العمري أن عملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة تم النظر وفق توصية مجلس المفوضين فيها، حيث يؤشر بفتح المحطات من خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور وإشراف بعثات الأمم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الإعلام المختلفة. وقد أضاف أن نسبة التطابق وصلت إلى 100% لجميع المحطات وبدون وجود أي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة، مؤكدا أن محضرا رسميا سيتم تدوينه بما أظهرته تلك النتائج ويرفع إلى مجلس المفوضين لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنه. هذا وقال ائتلاف النصر الخميس إن عدم إعطاء توضيحات مقبولة يهدد مصداقية الانتخابات. وأكد عضو الائتلاف أحمد الواندي أن الانتخابات أحدثت هذا الإرباك بسبب بروز إشكاليات لم تحل إلى الآن، وعدم إعطاء توضيحات مقبولة يهدد مصداقية الانتخابات وما سيترتب عليها من السلطات. وأشار عضو ائتلاف النصر إلى أن تحالف قوى الدولة الوطنية تقدم بمذكرة رسمية أو تقدمت بمذكرة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات والجهات ذات العلاقة تضمنت العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاحات فنية ومهنية بعيدا عن التسييس، وذلك لضمان إيجاد قناعة بمخرجات العملية الانتخابية، مؤكدا أن تسييس هذا الملف سيعزز من الشكوك.
هذا وأكد عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي أن البرلمان القادم سيكون هدفه التصويت على حل الحج وفقاً لمؤامرة التلاعب بنتائج الانتخابات وإضعاف القوى الوطنية. وقال السعداوي أن الكثير من المواطنين سرقت أصواتهم وحولت إلى جهات أخرى، وهناك مماطلة من قبل المفوضية والأمم المتحدة بالفرز اليدوي، مبينا أن اللعبة أصبحت معروفة وواضحة للتلاعب بنتائج الانتخابات. وتابع البرلمان القادم يكون لديه هدف واحد وهو التصويت على حل الحج الشعبي بعد تغيير المعادلة في البرلمان من خلال إضعاف القوى العقائدية داخل مجلس النواب التي تحاول الحفاظ على هيبة الدولة والمؤسسات. هذا وقد كشف عضو ائتلاف الوطنية كاظم الشمري أن هناك توجها لإقامة شكاوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واصفا إياها بأنها شكوى جزائية أمام المحاكم لعدم تنفيذها القانون. وذكر الشمري أن إجراءات مفوضية الانتخابات تعتبر ترقيعية ولا ترقى إلى حجم المشكلة التي تنادي بها قوى الإطار التنسيقي أو القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة العد والفرز لجميع المحطات الانتخابية في العراق، أو على الأقل على المراكز الانتخابية المعترضة عليها، مضيفا أن ما تقوم به المفوضية من عد وفرز بنسبة 3% من مجموع المحطات الانتخابية فهو عملية ذر الرمادي في العيون، وذلك سيؤدي إلى بقاء النتائج كما هي عليه، موضحا أنه ليس أمام المفوضية سوى العد والفرز اليدوي، لأن مجرد الاعتراض على أي محطة حتى دون وجود أسباب مقنعة فإن ذلك يلزم المفوضية حسب القانون بإجراء العد والفرز اليدوي في المحطة مورد الاعتراض. هذا وكشف تحالف الفتح عن أهمية الاجتماع الموسع الذي عقد في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي ضم قوى الإطار التنسيقي وبعض القوى السياسية السنية والكردية. وقال القيادي في الفتح أبو ميثاق المساري إن الاجتماع كان مهما، وقد أسس لشبه تحالف سياسي كبير بين كافة القوى السياسية المجتمعة، مبينا أن هناك قوى سياسية أخرى سيكون لها وجود في قادم الأيام ضمن هذا التحالف السياسي الكبير، مرجحا أن ينبثق من خلال هذا التحالف تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى اختيار شخص رئيس للوزراء بعد توافق القوى السياسية على مواصفات وشخص رئيس الحكومة القادم. هذا وقد علق ائتلاف دولة القانون بشأن بدء المفوضية بالعد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بنتائجها. وقال القيادي في الائتلاف قطع ركابي أن رئيس المفوضية صرح بأن إجراءات العد والفرز اليدوي لن تحدث تغييرا كبيرا في النتائج، معتبرا أن هذا تصريح سابق لأمانه ويؤشر على حسم الأمور والنتائج مسبقا من قبل المفوضية، وأن كل ما يجري هي إجراءات شكلية فقط. وقد أضاف ركابي أنه لغاية الآن لم يتم تحديد الموقف النهائي بشأن تشكيل الحكومة بسبب عدم حسم النتائج النهائية للانتخابات، مؤكدا أن موقف الائتلاف هو ضمن الإطار التنسيقي تماما. هذا وقد كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الخميس عن وجود فائض للنفط في مسودة قانون موازنة سنة 2022. وقال صالح أن موازنة سنة 2022 سوف تحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط واحتساب سعرا أقل في القانون من السعر الذي سيباع فيه النفط في الأسواق العالمية، وهذا الأمر سوف يوفر حساب استقرار للموازنة. وبين أن استقرار الموازنة سوف يوفر للحكومة العراقية احتياطي يهدف ويساعد في مواجهة تقنيات إيرادات الموازنة العامة في السنوات القادمة، كما أن الفائض المالي سوف يصرف على المشاريع الاستثمارية ولا سيما المتحثرة والمدرة للدخل والمعظمة للقيم المضافة التي تمتص زخم البطالة وتساعد على ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في البلاد. هذا وقد ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل الواحد مع ارتفاع أسعار النفط عالميا. وفقا لآخر تحديث فأن أسعار خام نفط البصرة وصلت إلى 85 دولارا فاصل 43 سنتا للبرميل الواحد، يأتي ذلك في وقت شهدت فيه صادرات الدول الأعضاء في أوبك زيادة تصل إلى 400 ألف برميل يوميا. واعتبرت وزارة النفط زيادة الأسعار مؤشر إيجابي لزيادة الإيرادات المالية الإضافية لخزينة الدولة، مؤكدة أهمية أن تكون زيادة الأسعار بنفس المعدل للشهور المقبلة كي تكون مؤثرة.
هذا وقد أعلنت وزارة النفط عن مجموع صادرات النفط والإيرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي، وبحسب الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية سومو، فقد بلغت كميات الصادرات من النفط الخام أكثر من 92 مليونا، فيما بلغت إيراداتها أكثر من 6,777,000,000 دولار بمعدل سعر يتجاوز 73 دولارا للبرميل الواحد، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت أكثر من 980 مليونا، فيما كانت حصة حقول كركوك قريبة من 3 ملايين برميل. وقد أضافت وزارة النفط في إحصائياتها أن أكثر من 275 برميلا من النفط ذهبت إلى الأردن، هذا وقد دخلت إحصائيات وزارة النفط من أي إشارة لنفط المحافظات الشمالية، حيث إنها أكدت في مرات سابقة عدم امتلاكها أي بيانات بهذا الشأن. هذا ومن جهته أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد تحقيق إيرادات إضافية من تصدير النفط تصل إلى 16 مليار دولار. وقال جهاد أن الإيرادات الإضافية التي تحققت في الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ستخفف من التضخم وحجم الديون، مبينا أن الوزارة تمكنت من تصدير عدد من النفوط التي تحقق إيرادات إضافية. وقد أعرب جهاد عن أمله باستقرار أسعار النفط لأن تذبذبها يسبب إرباكا خطيرا. هذا وقد أعلن البنك المركزي عن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة. وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان أن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي قرر تخصيص مبالغ لتمويل شراء وحدات تمويل أو توليد الطاقة المتجددة، مضيفا أن البنك المركزي سيعزز سيولة المصارف التي بدورها ستمنح قروضا ميسرة للمواطنين والمشاريع لاقتناء وحدات توليد الطاقة المتجددة وفقا لمواصفات عالية وذات استدامة طويلة. أعلن مدير مديرية الهندسة العسكرية بالحشد الشعبي نعم الكوفي إنجاز 80% من أعمال تأهيل طريق كوت بغداد شمال وسط. وقال الكوفي أنه اليوم الخامس على التوالي تواصل آليات الهندسة العسكرية أعمال تصليح وإكساء لطريق كوت بغداد، مبينا أنه 3,000 كم مربع تم قشطها وإكساؤها ضمن أعمال تأهيل الطريق الخارجي لمدينة وسط. وقد أضاف الكوفي أنه تم إنجاز 80% من أعمال تأهيل طريق بغداد الكوت، والمتبقي منها 20% سيتم الانتهاء منها خلال الساعات المقبلة. هندسة الحشد الشعبي تنجز 80% من تأهيل طريق بغداد كوت. تظاهر العشرات من الخريجين في ذي قار أمام مبنى الحكومة المحلية. الخريجون طالبوا الجهة الحكومية بإنصافهم وتوفير فرص التعيين لهم، وذلك أسوة بأقرانهم من شرائح المجتمع. بعد أن أصبحت لغة التظاهر السلمي هي الصفة الغالبة للمطالبة بالحقوق، خرج العشرات من خريجي كلية القانون والإعلام والتربية والمعاهد بتظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية مطالبين بإنصافهم وإيجاد درجات التعيين بعد سنوات الدراسة الطويلة التي لم تجدي نفعاً. على طوال 16 سنة من التعب والدراسة راجين وطالبين هو التعيين، وهذا أمل أهلنا بينه، لكن انصدمنا بالواقع انه لا تعيينات فقط للواسطات، وماكو اي فرصه امل او امل يساعدك انه تبني مستقبل. تخصيص مثلا درجات وظيفيه خريجي قانون يعني من اكثر الفئات اللي هي مهمشه الان، من اكثر الفئات المهمشه. التعيين كحق من حقوقنا باعتبارنا شريحه من الشرح المهمه بالمجتمع، خريجين قانون نمثل القانون، رجالات قانون اولا واخرا، مطلبنا التعيين. محافظين ان شاء الله على السلميه لان احنا نعكس صورتنا وما نريد هاي الصوره تزعزع. المتظاهرون طالبوا الجهات الحكوميه الاستفاده من اختصاصاتهم في مؤسسات الدوله وتوفير فرص حقيقية للشباب، مؤكدين أن مطالباتهم مستمرة
لم تجد آذانا صاغية لمعاناتهم. طالعين طالب حقوقنا، احنا راح يكون اعتصامنا مفتوح الى ان نحصل على حقوقنا زين، واحنا سنرجو من الاستاذ احمد الخفاجي المحافظ ما جاي ينزل لنا، يعني يا رئيس الوزراء يا مصطفى الكاظمي، يعني الجهه اللي انت مخليها تمثل المحافظه ما جاي تنزل لي، يعني انا اذا تبدر من عندي باكر صادم ويجيش انا راح اكون ضحيه. هذا المحافظ اذا قال لك هسه احد الخريجين نزل، ابد صارنا هنا احنا اليوم 20 يوم منه ما نزل لا هو ولا احد من ممثلينه. والله لحد الان ما حد اجانا، واحنا المحافظ يسمعنا وتو دخل وشافانا، يعني ما بها اي اشكال، اذا يود علينا او هو يجينا يقول لنا اشتردون، واحنا نعرف ما بيتهم شيء، ونعرف التعيينات تجي من بغداد، بس مجرد يقول لنا اشتردون، ليش هيك؟ استمرار اعتصام الخريجين لحين تحقيق المطالب موقف يؤكده الجميع. وعلى الحكومة المحلية في ذي قار الاستماع لمطالب أبناء المحافظة وإيجاد السبل الكفيلة لإيصال صوتهم للجهات الرسمية وإنصاف شريحة مهمة من شرائح المجتمع. من الناصرية فؤاد فاضل، قناة وطن. أعلن رئيس منظمة الشبايج للسياحة البيئية رعد حبيب الأسدي زيارة أول وفد للحج مسيحي إلى الأهوار ومدينة أور الأثرية. وقال الأسدي أن زيارة جاءت بمبادرة من رهبان دير يسوع الفادي في ناحية قرى قوش في نينوى. وضم الوفد 25 حاجة من مناطق بغداد والموصل وعنكاوة وكركوك. وقام الوفد بزيارة مدينة أور الأثرية ثم أهوار تشبايش ثم إلى منطقة كوخي حيث أول كنيسة مسيحية في العراق. كما شملت الزيارة مدينة بابل الأثرية قبل أن يختتم الوفد زيارته في بغداد بكنيسة سيدة النجاة. هذا وتشهد المناطق الأثرية والسياحية في ذي قار توافد العشرات من السياح من داخل وخارج العراق لزيارة مدينة أور الأثرية وأهوار الجنوب. وتأتي هذه الزيارات في إطار تطوير الجانب السياحي في محافظة ذي قار. مدينة أور الأثرية سفر الحضارة القديمة ومدينة الحرف الأول، تنبثق منها أطلال حضارة أسسها السومريون منذ آلاف السنين، أصبحت محط اهتمام العالم لما تحمله من إرث تاريخي. يتوسط المدينة زقورة أور، وهي تمثل الهوية التاريخية للعصور القديمة التي عاشها سكان بلاد واد الرافدين. مدينة أور تعكس جانبين، أولا جانب حضاري تاريخي فهي من أهم المدن التاريخية الأثرية في بلاد الرافدين، وثانيا تعكس جانب ديني فهي من المدن التي يقصدها الحجاج المسيح، وهي مدينة عالمية لما تمتلكه من مكانة دينية. وتشهد المواقع السياحية في ذي قار حركة مستمرة خلال الأيام الماضية من قبل وفود سياحية من محافظات العراق. زيارة مدينة أور الأثرية أهم المحطات التي يتواجد فيها السائحون للتعرف على أهم المعالم في المحافظة. بالنسبة للموقع السياحي احنا أول مرة نزوره، يعني فشي حلو، تاريخ مثل ما يقول عريق، بس يضاد له شغل، يضاد له شغل ترتيب، يضاد له اهتمام من وزارة الثقافة، يضاد له اهتمام حتى دولي. لا والله هاي أول مرة زرناها. شنو اللي لفت انتباهك هنا؟ والله الآثار، الشغلات القديمة الحلوة الأثرية. زيارتنا لمدينة الناصرية للزقورة هي لغرض السياحة وتطلع على السياحة مال الآثار. اي طبعا اي. ويؤكد القائمون على الأماكن السياحية أهمية زيارة تلك المناطق والتعرف على قيمتها التاريخية والآثارية في ظل العمل المستمر لتأهيل تلك المناطق وإنشاء المرافق الخدمية والعمرانية لتوفير الأجواء المناسبة للسائحين. بدينا ببعض الأعمال لتأهية مدينة أور بعد زيارة البابا للسائحين، وتوفير الخدمات المهمة اللي يحتاجها السائح من تغيير الممرات الخشبية وتأهيلها، بالإضافة إلى اللوحات التعريفية اللي إن شاء الله بعد شهر تقريبا تنصب بالمدينة أور، كذلك توفير المياه والحمامات، المغاسل، بعض الأماكن الاستراحة لراحة السواح. قيمة أثرية تشكلها مدينة أور الأثرية للواقع السياحي في ذي قار تحتاج إلى دعم حكومي كي تصبح موردا اقتصاديا مهما للعراق. من داخل مدينة أور الأثرية في ذي قار، فؤاد فاضل، قناة وطن. هذا وقد أصدر تحالف النهج الوطني بيانا حول فعاليات مهرجان بابل المقرر انطلاقه اليوم،
وذكر التحالف في بيان رفضه إقامة فعاليات عدة منافية للأداب العامة ولأحكام الدين الإسلامي الحنيف، مما تنوي وزارة الثقافة إطلاقها في مهرجان بابل، وطالب بمحاسبة وزير الثقافة. وقد أضاف أن ما يزيد من قباحة هذا الفعل أنه يقام في وقت لم تجف به دماء شهداء مزارة المقدادية التي كنا نتوقع أن تعلن الحكومة الحداد على أرواح الشهداء المغدورين، وليس أن تذهب لعقد جلسات الطرب والرقص والغناء. هذا وتنطلق مساء اليوم في محافظة بابل فعالية مهرجان بابل الدولي بدورته 15 على المسرح البابلي بعد انقطاع طويل دام 20 سنة، حيث سيتضمن عروضا متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية والتشكيل والسينما وغيرها من الفعاليات. هذا وقد وصلت الوفود والوجوه الفنية والفرق العربية والعالمية للمشاركة في مهرجان بابل الدولي. من جهتها نفت محافظة بابل الأنباء عن إلغاء الفقرات الغنائية. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كلمة في افتتاح المهرجان، حيث سيبدأ بأنشودة خاصة بالمهرجان وأوبريت مرايا الشمس، ثم تقدم فرقة فلامينغو الإسبانية عروضها. بعد ذلك ستغني الفنانة الكويتية شمس وهني شاكر، قبل أن يختتمه الفنان حاتم العراقي بمجموعة من أغانيه. وإلى بابل أيضا، قصص وحكايات العشرات من المسنين ترافقها الآلام والحسرات لكبار السن ممن عصفت بهم الحياة وأخذ لهم الأبناء ولم يجدوا مكانا يأويهم ويونس وحدتهم سوى دار المسنين. وقصص حزينة تجدها هنا في دار المسنين في بابل لأناس عصفت بهم الأقدار وشاءت بأن يكونوا معزولين عن أهلهم وذويهم. البعض منهم كان ضحية لعقوق أبنائهم، والبعض الآخر لا يجد لديهم من يأويهم سوى دار المسنين. خالتي كانت عايشة عند خالتي، يعني من الصغر عايشة عند خالتي، أمي توفت عافتنا صغار، والله الوقت يلتشخ بينا هنا وهنا. مشاعر مبعثرة وكلمات حزينة تنطلق عبر حناجر مليئة بالهموم والحسرات لكبار كان كل همهم أن يحصدوا ثمرة زرعهم الذي أفنوا أعمارهم من أجله، لكنهم حصدوا الكثير من الحرمان والإهمال من قبل أبنائهم الذين كانوا يتأملون بهم خيرا. حمتني ناس وخذوني يمهم أسبوع، وبعدين أنا طلبت منهم أجد دار المسنين، لأن أنا دائما أدحق لها بالتلفزيون أباوع لها عجم رحمة وعجم مروة. أنا قلت أروح الدار المسنين الحمد لله مرتاحة، عانيت وجعيت وحار وبريت، يعني مأساة يا يمي، بس الأم هي عيني العدة أم يدير بالي عليها، ترى الأم تأذي وأنا مبهذلتهم، هسه هم متبهذلين والله. الدار يشتغل على نظام، هذا النظام رقم 84 لسنة 1985 ضوابط قبول المسنين. هذه الضوابط احنا معمولة عندنا بالدار. عدد المسنين حاليا في الدار 28 مسن، 21 رجل و8 نساء. الأسباب الموجبة ذولا الشريحة كبيرة السن اجوا للدار عندهم مشاكل اجتماعية، احنا نصيح له بالبحث الاجتماعي التفتت الأسري، نتيجة التفتت الأسري عند أسرهم اجوا إلى للدار للحصول على استقرار نفسي وغذائي في الدار. قصص ومواقف لا إنسانية دفعت الكثير من كبار السن إلى اللجوء لدور المسنين بحثا عن أسرة حاضنة تنسيهم الأسى والألم الذي لحق بهم. من مدينة الحلة علياس، قناة وطن الفضائية. وفي ختام النشرة التذكير بأهم العناوين.
الكاظمي يصدر حزمة توجيهات حول أوضاع ديالى، وصالح يؤكد ضرورة تقديم إرهابي داعش إلى العدالة. المفوضية تنهي عد وفرز محطات باب معلنة تطابق نتائجها بالكامل، والمعترضون يؤكدون أن الإجراءات شكلية ولن تؤثر عليها. مع ارتفاع أسعار النفط، الواردات الشهرية تقترب من 7 مليارات، والإيرادات الإضافية لهذا العام تصل 16 مليار. أول وفد من الحجاج المسيح يزور مدينة أور في ذي قار، ومهرجان باب ينطلق بحضور فني عربي وأجنبي. شكرا للمتابعة، وإلى لقاء آخر.